احنا عارفين في واقعه، او خليني اقول لك في فيديو انتشر انتشار مذهل مخيف كما يوصف دائما بالوصف الدارج والاكثر انتشارا، انتشار النار في الهشيم. وهو الواقعه بتاعت الشاب والفنان الكبير النجم الاستاذ احمد عبد العزيز. والناس شافت الفيديو قعدت تعلق تعليقات شديده الحده وما الى ذلك. أنا شفت الفيديو أول ما اتنشر، وأنا كل اللي في بالي والله العظيم أنا بكلمكم بأمانة، استحالة استحالة، أكيد 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 أستاذ أحمد فهم غلط، أكيد في حاجة مش مظبوطة، استحالة. ليه بقى؟ كلنا كلنا نعرف جيدا من هو الأستاذ أحمد عبد العزيز، الفنان الكبير النجم، احد اهم 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 فرسان الدراما المصريه. بنتكلم على رجل خلوق الى ابعد الحدود، واسع الثقافه، عميق الافكار. استحاله هيعمل كده اعتباطا او من الباب للطاق زي ما بيتقال. وانبسطت قوي لما لقيت ان هناك خبر اخر متعلق بازاي الاستاذ احمد كلم هذا الشاب وراح له وزاره وجبر بخاطره زي ما بيتقال. فاللي ضايقني بقى انه ازاي هذا الخبر، الا وهو زياره الاستاذ احمد لهذا الشاب الرائع الجميل وجبر الخواطر ده، ما ينتشرش نفس الانتشار. بتغاظ انا من الحاجات دي، فقلنا طيب احنا لازم نكلم استاذ احمد بنفسه. واستاذ احمد تفضل علينا مشكورا وموجود بالهوا معانا اهو. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ يوسف. ازاي حضرتك؟ انا اقول يا استاذ احمد، ما ينفعش تقول لي يا استاذ يوسف ابدا والله العظيم، زي ما كده انا جريت عليك لما كنا في احتفاليه من الاحتفاليات وقلت لحضرتك انا بحبك جدا، قلت لي وانا بحبك يا استاذ يوسف، قلت لك نفس الجمله، قلت لك انا مش ما ينفعش انا استاذ خالص، ده حضرتك استاذ الاساتذه. ربنا يخليك يا حبيبي، بس ينفع انت استاذ. الله يحفظ حضرتك، من يومك جميل. العفو يا فندم، ده شرف ليا يا فندم والله. الحدوته من البدايه، يعني الحدوته كده من اول كان يا مكان لحد توته توته. والله الحدوته يعني حاجه بسيطه جدا، وانا ما كنتش اتصور انها زي ما انت قلت التعبير تنتشر انتشار النار في الهشيم بالشكل ده. المسألة ببساطة إن أنا طالع من العزاء بتاع الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، الله يرحمها الله يرحمها ويحسن إليها، وكان قبليها بيوم مع خبر الوفاة كلموني ناس كتير من الجرايد والمجلات والمواقع الإخبارية، وانا يعني عملت العزاء والنعي اللائق بفنانه اشتغلنا مع بعض اكثر من عمل. صحيح. وكان خبر وفاتها بالنسبه لي صادم للكل بصراحه، الله يرحمها يا رب. الحقيقه وانا خارج من العزاء في مسجد الحمديه الشاذليه، لقيت جمع من الشباب واقفين بالكاميرات وبالموبايلات وعايزين ياخدوا تصريح او كلمه او كذا، فقلت لهم ما فيش يا جماعه، انا قلت الكلام ده امبارح واخدت سكتي ومشيت. لقيت حد، حسيت يعني بحد بيشدني من الجاكيت من ورا، ثم حد بيحط ايده على كتفي، فانفعلت وبصيت للي بيحط ايده على كتفي وقلت له ولا ابعد ايدك. ومشيت وخلاص. لقيت بقى الفيديو منتشر هذا الانتشار، وانا لم اقرا التعليقات، ولكن يعني وصلني من ناس كتير من الاصدقاء ومن البيت وكده انه في تعليقات كتيرة وكلها يعني، أو تعليقات منها كتير بتقول إنه يعني أنا كسرت بخاطر الولد أو ضايقته وهو من ذوي الهمم. أيوه. الحقيقة يا يوسف، أنا لما التفت للشاب ده ما خدتش بالي خالص إنه هو من ذوي الهمم. أنا متأكد أنا متأكد.
وهو كمان يعني ربنا يديله الصحة أمين. ويكرمه، هو لا يبدو عليه هذا تمام، أيوة يعني من الإعاقات الغير منظورة زي ما بيقول. أيوة فلكن لما عرفت وكلموني الناس برضو والخبر انتشر وأصبح يعني حديث المدينة وكده، فأنا قلت يعني لأن دي مش طبيعتي أبدا. صحيح. فقلت لأحد الزملاء الصحفيين لما قال لي الولد عايز يجي لك ويعتذر لك، قلت له لو سمحت هاته، هاتهولي البيت وأنا اللي هعتذر له كمان. الله. وفعلا جاني الشاب ده، حسن، شاب جميل، ويعني مش عايز أقول لك حافظ أعمالي كلها، بسجلها على التليفون عنده، ووراني مشهد من مسلسل سوق العصر، وفي اتنين من اخواتي الاستاذ احمد صادق والاستاذ احمد سعيد عبد الغني في من ضمن المشاهد يعني بيحطوا ايديهم على كتفي. ايوه. فقال لي انا كنت عايز اعمل كده يا حبيبي. يا حبيبي. قلت له معلش بقى يا حسن، جت فيك وانا يا ابني ما فهمتش وبتاع. جاني هو ووالدته، ويعني سيدة فاضلة جدا جدا، وقالت لي يعني ده حسن بيحبك جدا واحنا كلنا بنحبك في البيت وكذا. وانا يعني قعدت معاه وقلت له يا حبيبي اذا كنت انت يعني اخطأت خطأ غير مقصود انك حطيت ايدك على كتفي وشدتني، وانا في ناس بتشد وبتاع فده ضايقني، فأنا كمان أخطأت خطأ غير مقصود إن أنا ما خدتش بالي منك، فرب ضرة نافعة، ويعني أنا كمان بعتذر لك وخلاص ما فيش أي حاجة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك. صحيح. وبقينا أصحاب زي ما بيتقال. بالظبط. وقلت له خد بقى نمرة تليفوني كمان. جميل. والله جميل. وابقى كلمني علشان ما يحصلش موقف زي كده. قال لي لا ده انا كنت موجود في العزاء اللي قبل كده بتاع الاستاذ محمد فريد الله يرحمه، الله يرحمه، في مسجد الحميديه الشاذليه برضو، وحاولت اكلمك وبتاع بس ما عرفتش وكذا. قلت له لا خلاص انت معاك نمره التليفون كلمني في اي وقت. طيب. و يعني ان شاء الله لا يتكرر الموقف ده، وخلاص انتهى الموضوع بالنسبه لي. والله ربنا يكبر بخاطرك، يعني زي ما بتقال كده زي ما جبرت بخاطر حسن، لانه انا حتى لما شفت الفيديو فانا دققت الفيديو كويس، انا خدت بالي انه يعني حسن ممكن يبقى في عنده بعض الاحتياجات المختلفه عننا، بس ده عمر ما حد هيلاحظه غير اللي بيتفرج على الفيديو، حضرتك استحاله هتعرف، لانه حضرتك قلت ايدك ولا ورحت ماشي وبتمشي بتمد بالخطاوي بسرعه. أيوة. فما خدتش بالك. هو بان على حسن يا حبيبي لما بدا يتكلم بقى وحضرتك ماشي بسرعه وطلعت لقدام. والله ما سمعت حتى. ما انا عارف. انا كنت متاكد، قلت استحاله، لانه لا. اللي هيشوف الفيديو هو اللي هيلاحظ، لكن أيوة. استاذ احمد استحاله هيلاحظ. لا ما لاحظتش فعلا. والحاجه المهمه اللي انا عايز اقولها، اولا طبعا انا اتكلمت حوالين ما يحدث امام قاعات العزاء. أيوة. من هرج ومرج وعدم احترام للموقف نفسه، يعني العزاء هو عزاء بتاع واحد متوفى يعني. ايوه. وله احترامه وله مشاعره الخاصه يعني. بيحدث اشياء يعني مش لطيفه، ولذلك انا كنت سعيد بالبيان والقرار اللي عملته نقابة الصحفيين بمنع مثل هذه الـ الـ ما هو الحقيقة أستاذ أحمد ده مش إحنا، يعني مش أعضاء نقابة الصحفيين ولا أعضاء نقابة الإعلاميين، حقيقي أقدر أقول لك ما بين قوسين هو في دخلاء كتير أصبحوا موجودين على هذه المهنة، أصحاب بيبقوا ناس عاملة صفحة فيسبوك
لا نعلم أولها من آخرها، وبيقرروا، وبالتالي ما بيلتزموش بالسلوك المهني. بالتأكيد. والله ما احنا دلوقتي كل واحد في ايده موبايل في كاميرا ويقدر يصور اي حاجة ويبعت لأي حاجة دي ويكتب اي حاجة ويبعت لأي حاجة دي. صح. يعني كل واحد للأسف. اصبح يعني مؤسسة اعلامية متكاملة بيعملوا اي حاجة. المنصات بالجهاز ده، المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي بوظت لنا الدنيا والله. طبعا، وكله بقى عايز يجري ورا الترند، ورا عدد المشاهدات الاكتر، ورا التعليقات، ورا اللايكس، وكلام فاضي الحقيقة. محتاج صح. يعني انه يتبص عليه بصة جيدة ويتنظم اكتر من كده يعني. وهنا تيجي مناسبة، بس انا معلش هقول جمله طبعا أخيرة. لا اتفضل، بالعكس. الموضوع انا عملت كده مش من اجل السوشيال ميديا ولا الكلام ده، يعني عادي الكلام ده بالنسبه لي. ممكن حد يحبني، حد يكرهني، حد يشوفني متواضع، حد يشوفني مغرور، مش عارف ايه الكلام ده، يعني مفهوم سلفا يعني بالنسبه لي. انا عملت كده يعني علشان خاطر الشاب ده فقط، انسانيا انسانيا، ولانه واحد بيحبني يعني. صح. مش معقول واحد يبقى عايز يعبر عن انه بيحبني فانا اتعامل معاه بشكل طبعا طبعا عكسي او شكل غير لائق يعني. صح. بس فهو وخاصه لما يكون من اصحاب الهمم، لانه يعني انا تربطني بيهم علاقه خاصه ايضا، علاقه قديمه، وكم منهم كلمني وقالوا لي انه احنا هنعمل مداخله واحنا هنتكلم، وانا اقول له لا ما فيش داعي يا فلان او كده. أيوه. لان ليا فيهم اصدقاء ومعارف. أيوه. وقرايب كتير. ايوه. طب انا عايز اطلب بقى حاجه بالمناسبه، عشان ودي انا مش فاكر انا قلتها لحضرتك لما كنا اتقابلنا ولا لا. انا مسلسل الوصيه كان من المسلسلات اللي غيرت لي حياتي، ده بجد مش هزار. واتذكر وقت ما اتعمل المسلسل ده صناع العمل زي ما بنقول كده دلوقتي قالوا انه هيبقى في جزء تاني. ايوه. ما نعمل الجزء التاني ده يا استاذ احمد؟ والله هو كان مزمع فعلا عمل الجزء الثاني. ولكن وفاة الدكتور خليل حسن خليل مؤلف العمل وصاحب القصة. أيوة. ثم وفاة الأستاذ إسماعيل عبد الحافظ المخرج رب يحسن لي طبعا، ومؤخرا يعني وفاة الأستاذ الشاعر الكبير سيد حجاب. سيد حجاب الله يرحمه. اللي كان كاتب أغاني العمل، وهي يعني أغاني عبقرية، كلمات من أروع ما يمكن. كل ده خلاص أبعد فكرة الجزء الثاني ده، بقت بعيدة دلوقتي. لعل لو اتقابلنا أعرف أقنع حضرتك. ربنا كريم. هنلاقي لها حل. هنلاقي لها حل. ده مسلسل عظيم وحضرتك فنان عظيم، وشرفتني جدا بالمكالمه حقيقي يعني. انا اللي شاكر جدا. اشكرك يا فندم، الف شكر ليك. وهل ننتظر حضرتك ضيف؟ ان شاء الله. ارجوك ارجوك. والله والله أرجوك. ان شاء الله. اشكرك يا فندم. انا قلت بس خلينا قدام شويه يعني، لو تذكر حاضر. كنا اتكلمنا وقلت أيوه. لك خلينا قدام شويه، الدنيا تروق بس شويه ونعمل كده بإذن الله. كلام حضرتك ماشي بإذن الله. أشكرك جدا يا أستاذ أحمد، كل الشكر لفناننا ونجمنا الكبير جدا أستاذ أحمد عبد العزيز. طيب.